أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة، وضيف حلقة اليوم الأستاذ حمود الطريفي صاحب معرض الطريفي. بداية مساء الخير أستاذ حمودة. يسعد مساك، أهلا وسهلا فيك. أهلاً بك، منورنا طبعاً عبر الشاشة التلفزيونية. حياك الله، أهلا وسهلا فيك. أستاذ حمودة، بالبداية بنحب نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر عن بداية مشوارك العملي، كيف بلشت؟ تفضل. أول إشي أنا حمود الطريفي، عمري 37 سنة، اشتغلت في مجال المفروشات من 1997، وقمنا على إنشاء المشروع هذا اللي هو السجاد والمقيت. طبعا كان سبب المشروع إنسان صديق إلي، وهو كان الداعم معنويا وكان كمان دعم ماديا، والحمد لله نجحنا وقدرنا نأسس هذا المشروع من خلال الفترة اللي هي البسيطة هاي، وبنينا اسمنا اللي هو معرض الطريفي للسجاد والموكيت، وقدرنا انه نكسب ثقة الناس فينا من خلال الفترة هاي البسيطة اللي ما يقارب الأربعة أشهر. أستاذ حمود، الآن نتحدث عن تأسيس المعرض، متى تم؟ تفضل. طبعا تأسيس المعرض بدأنا فيه من 15/1/2017. نعم. نتحدث الآن عن الخدمات اللي بتقدمها، آلية العمل عندك كيف بتتم، ومن ثم نتحدث عن العروض اللي بتعملها، ايش بتقدم خدمات اكثر مثل ما شرحت لنا من قليل استاذ حمود، تفضل. طبعا احنا اللي بنميزنا معرض الطريفي عن باقي المحلات بشكل عام اللي هو خدمة التركيب. طبعا الزبون لما بيجيني بده يركب شقة كاملة، طبعا دعم من المعرض ودعاية، احنا بنتكفل في انه نفرش الشقة كاملة من دون مقابل، ويكفينا انه طبعا يكون شغلنا متواجد في البيوت من خلال هاي قدم دعاية. حضرتك أستاذ حمودة فقط سجاد وموكيت عمل. نعم. أستاذ، الآن نتحدث عن الاستيراد، القطع من وين بتم؟ نتحدث عن السجاد، كل نوعيته بتختلف عن الثاني ولا كيف أنت من وجهة نظرك؟ تفضل. طبعا السجاد المعروف عندي كليته أنا بتعامل بالسجاد التركي، ومن ضمنه كمان بتعامل بالسجاد المحلي. السجاد التركي كله بيجي مستورد من تركيا. نعم. وكليته طبعا الخامات هاي كلها موثقة بالليبل خلينا نحكي بالجودة وبالوزن. نعم. وحتى بالنسبة للأسعار، الأسعار طبعا متداولة لجميع نعم، نحكي لجميع الطبقات. نعم يعني. بالضبط. نعم، نتحدث إذا عن الإقبال، كيف بتشوف وجهة نظرك؟ طبعا الإقبال الحمد لله رب العالمين، في إقبال على السجاد وفي إقبال على الموكيت، ولكن طبعا بالنسبة للسجاد والموكيت إن الكل بيعرف إنه السجاد والموكيت مواسم. بالضبط. فطبعا هاي خلينا نحكي القاعده اللي التجار اللي ماشيين عليها، او خلينا نحكي بشكل عام الناس اللي ماشي عليها انه السجاد والموكيت مواسم، فهاي قاعده غلط يعني عليك، لانه السجاد والموكيت على مستوى السنه كامله، بالتأكيد. صيف شتاء. نعم. والسجاد يعني بدنا نحكي، الموكيت ممكن ناس بتشيله بالشتاء، بس السجاد لابد انه يضل موجود بالشتاء. وفي كمان تنسيش انه في تجهيز بيوت جديدة، أكيد. نقل من بيت لبيت، طبعا هذا كليته برجع للسجاد وللموكيت بعودوا يجددوا، لأنه حتى في كمان اللي معروف عنه عنا هنا الكل بتقدم للزواج بفترة الصيف، فالكل بده يفرش بيته، والكل بده يستعمل موكيت، والكل بده يستعمل سجاد، فهذا ما له علاقة بالمواسم نهائي. نعم بالتأكيد. أستاذ حمود، الآن نتحدث عن رؤية المستقبلك في هذا المجال، كيف تطمح لقدام؟ مثل ما بنعرف أي شخص بتطمح بالأفضلية. تفضل. نعم صحيح. طبعا احنا قائمين على دراسة تطوير معرض الطريفي، طبعا الحمد لله رب العالمين، هسا احنا في مراحلنا الأخيرة، في بداية فرع جديد، ولكن الفرع الثاني راح يكون مختص كمان بالموكيت وبالسجاد، موكيت سجاد برادي، هذا كليته راح يشمله المعرض الفرع الثاني اللي هو معرض الطريفي. نعم. نفس المنطقة طبعا. إن شاء الله بالتوفيق ومن زايد لزايد أستاذ حمود. أستاذ حمود، الآن ما شاء الله مثل ما بنعرف جلالة الملك أول ما يدعو دعم فرسان التغيير، وحضرتك تمثل نموذج فرسان التغيير، نستذكر مقول جلالة الملك ارفع رأسك أنت أردني بهمة نشام أمثالك أستاذ حمودة. أستاذ حمود، الآن بحب نسمع منك كلمة للخريجين الجدد، للشباب، جيل الشباب، بحيث إنك تحثهم على العمل وتلغيهم من كلمة ثقافة العيب، تفضل، إيش تحب توجه لهم رسالة؟
طبعا هو العمل زي ما ذكرت لك انا من شويه انه العمل بشكل عام يعني سواء كان عامل وطن او كان مدير مبيعات او كان مندوب مبيعات شو ما كان مجال عمله طالما انه هذا المجال خلينا نحكي بيكون سبب رزقه كويس ما في اي عيب. نعم فهمت علي كيف؟ اللي بده يعيش وبده خلينا نحكي بشكل عام ما بده يمد ايده للناس ما بده يخجل من شغله شو ما كانت حتى لو كانت مستوى على عامل الوطن لانه عامل الوطن لانه له احترامه وله تقديره في المجتمع مثله مثل الدكتور مثله مثل المهندس يعني ما في اي شيء بمسه وما في اي عيب. نعم بالتاكيد بشكرك استاذ حمود. استاذ حمود الان بنحب نسمع منك رساله كلمه لزملائك في نفس المجال ايش بتحب توجه لهم الرساله ايضا الكاميرا امامك والمايك معك تفضل. والله بالنسبة لزملائي أنا أولا يعني اللي بنفس المجال العمل فهمت عليك بتمنى لهم يعني التوفيق والنجاح زي ما بنتمنى لأنفسنا كويس. وطبعا كل حكيت لك من شوي يعني كل تاجر وكل مدير معرض له آليته بالشغل وبالتعامل مع الناس فما بنقدر نحكم على الناس وما بنقدر نحكم على طبيعة عملهم. نعم بالتأكيد بالتأكيد. أستاذ حمود مثل ما نعرف التميز عنوان النجاح والشعبية لا تأتي من فراغ. الآن نتحدث عن مميزات اللي تميز معرض الطريف عن أي معرض تاني تفضل. حكيت لك الميزات اللي هي بالنسبة تعاملنا أول إشي مع الناس. نعم. نتعامل معهم بكل صدق وأمانة كسبنا ثقة الناس الحمد لله رب العالمين. الزائر اللي بيزورنا أول مرة بيزورنا ثاني مرة وثالث مرة وبدل عليكم طبعا وبدل علينا طبعا الحمد لله رب العالمين. هاي إذا بدل إنه في صدق وبالتعامل. وبالنسبة للسعر كمان السجاد بشكل عام مرابحه يعني خلينا نحكي مكشوف للسوق فهمت علي كيف؟ في ناس بتقبل يعني بترضى انها تقبل 35% مرابح احنا بنربح 20% مرابح نستكفي مثلا على سبيل المثال. فما بهمنا كبداية مشروع ما بهمنا انه نشتغل على على الطبقة مثلا خلينا نحكي على الزباين بالنسبة للمرابح قد ما نشتغل احنا على انه نربي اسم بالسوق نعمل اسم بالسوق بحيث انه يكون اسم الطريف ناجح باي مكان وباي منطقة. نعم نعم اكيد بشكرك لك عفوا استاذ حمود. استاذ حمودة الان بنحب نحدد للسادة المشاهدين اين موقع المعرض وارقام ناس في التواصل اذا لكم صفحة على الفيسبوك ايضا تحب تحكيها تفضل. طبعا معرض الطريفي الوحدات شارع 30 بعد طوارئ ب 400 متر على اليمين رقم تليفوننا 079-032-3309. نعم بشكرك استاذ حمود. بتحب تحكي كلمه اخيره عبر الشاشه التلفزيونيه؟ لا يعني بوجه كل الاحترام والتقدير للقائمين على هاي القناة. تسلم تسلم كلك زوج أستاذ حمودة. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نتقدم بجزيل الشكر العرفان لأستاذ حمود الطريفي من معرض الطريفي على تواصل دعم لهذا البرنامج. بشكرك مرة ثانية أستاذ حمود يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. سوف نقوم بعدد بكاميرا رجال حول العالم بتصوير داخل المعرض. على ابوابه منقوش على